هادي بغيت نبارطاجي معكم واحد النصيحه لله في سبيل الله. باي بال باقي ما حلوا لي المشكل، ولكن نصيحتي لكم اسمعوني مزيان الناس اللي كيخدموا في باي بال. انا جيت بغيت نحل المشكله ديال واحد الدري بحسن النيه. انا هذاك الدري ما عرفت كيما كنحل المشاكل لاي واحد. جا عندي سيد قال لي خويا الله يرحم الوالدين انا راه باي بال سدوا لي حل لي المشكله الله يجازيك بخير. انا ما كنعرفش نهضر لونجلي. شديت انا اتصلت به ام كالين اون بيهالف اوف مستر فلان، شكون انت؟ انا سميتي فلان فلانيه تا تا تا. بقيت نهضر معاهم تنحل ليه المشكل. من بعد غنكتشف ان هذاك السيد خبى عليا واحد المعلومه اللي هي مهمه جدا. خبى عليا انه كينصب على الناس وكيقوم باعمال اللي هي غير قانونيه بداك الحساب باي بال ديالو اللي تقدرات بواحد 20000 دولار. هذوك باي بال سدوا لي هذاك الكونت لانه ناصب على عدد كبير ديال الناس. المهم عنده شي 20000 دولار في هذاك الشيء كله. 20000 دولار واحد المبلغ اللي كبير. كون انني هضرت اون هيز بيهالف تيسحب الناس بما انايا متواطئ معاه، سحب باي بال انا متواطئ معاه. على العموم انا ملي اكتشفت هذه القضيه قلت له هادشي ماشي طارجلي تاع الصوت، ماشي انت داير مكبت السوايع مع باي بال مخليني انا كندور لهم عطيهم سميتي الوغ راه داكشي غيرجع عليا انا. المهم بقيت يدخل ويخرج في الهضره ما عليناش. انا كنت على يقين ان باي بال ديالي غادي يتسد، وبالفعل اسبوع بعد ذلك تم اغلاق الباي بال ديالي. ولكن هنا خديت واحد الدرس مهم جدا، ما بقيش تعاون شي واحد شي حاجه اللي فيها انت تهضر بالبيهالف ديالو. يعني القضيه اللي كنت نهز التليفون نبدا ندور نحل المشاكل ديال الناس مع باي بال، ولا هز التليفون نحل المشاكل ديال الناس مع بايونير، ولا تهز ما تحلش المشكله ديال شي واحد. دار المشكله يمشي يحلها لراسو. اليوم هذا باي بال عندي في العمر ديالو ما يقارب 11 سنه تسد ليا لحدود الساعه ما بغاوش يحلوا ليا المشكل. رفعت عليهم دعوه قضائيه كنتسنى نشوف النتيجه. وهادشي اللي كاين اخوت. ومن هنا خديت واحد الدرس ما عمرني باقي ندور اون بيالف اوف سامون ايلس كيما بغا يكون، لان هاد المشكل هذا مخليني انا دابا كنخسر فلوس. لانه كاينين عندي كلاينتس اللي كيخلصوا غير باي بال، كاينين عندي دي سيت ويب اللي كيخلصوا غير باي بال. هذا مشكل. فلهذا الخوت ما عمرك تدور شي واحد عنده شي مشكله مع باي بال يمشي يحلها الراس. والله الا حتى هادشي اللي وقع لي مؤخرا ايوا هادشي.